السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، العرض ديال اليوم مختلف تماما عن العروض اللي سبق وقدمنا لكم. كنقدم لكم واحد المحل تجاري كيتواجد بالعالية حد السوالم، محل تجاري بثلاثة ديال الواجهات، محل مجهز فيه محل ديال البنوات والكيليبراج ومحل ديال لافاج، طريق جديدة الفاصلة ما بين كازا والجديدة جا على الطريق الرئيسية، جا في موقع ممتاز، عنده ثلاثة الواجهات، ثلاثة الريدوات في كل جهة، عندك هاد الستة اللي كتشوف دابا وكاينين ثلاثة من الخلف. اليوم غادي نخليو لكم الرقم ديال صاحب المحل، محل للبيع اللي بغاه بتجهيزات ديالو، ولا حتى اللي بغاه خاوي يعني مجهز بأحدث التجهيزات كيف ما غادي نقدمو لكم ان شاء الله في الداخل. شوفوا لي تبارك الله الريدوات كلهم الكتريك، ما شاء الله الواجهة الخلفية حتى هي جات عندها الشارع، تبارك الله ما شاء الله ثلاثة ديال الريدوات، كيف ما ثلاثة الريدوات الخلف الأمام وحتى في الجنب، يعني ثلاثة الواجهات وبثلاثة الريدوات، الريدوات إلكتريك ما شاء الله. جريدة، وكاينه واحد النقطة زوينة في هاد المشروع هذا أنه كاين البير محفور هالروبيني خارج من هذا المحل، هذا ديال البير في سبيل الله، مشروع واجد غير جي اخدم. باللي بغى معلومات اكثر، الرقم ديال صاحب المشروع هو اللي على الفيديو، شاهدوا مغازة كبيرة فيها السدة، البلاصة فين يدارو السلعة الفوق في السدة، البلاصة فين تخدم تبارك الله، والتجهيزات يعني رائعة. الناس الحريفية اللي غادي يفهموا هما اللي غادي يعطيونا الرأي ديالهم في هاد التجهيزات. الرقم اللي على الفيديو ديال صاحب هاد المحل، المحل باقي ما خدمش يعني مجهز وغيتباع واجد هكذا، اللي بغى معلومات اكثر يتواصل مع صاحب المحل. الرقم ديالو اللي هو على الفيديو وما فيها باس نذكركم به، 06 61 34 76 34، الأخ عبد الكريم. تبارك الله الكريك ان شاء الله. الأسماء ديال هادو ما عارفهمش، ولكن هادو هما اللي كيكونوا كيليبريو الرويدة اولا بحال هكا. الكونفلور كونفلور راه فيه تقريبا شي 30 متر. عندنا هذه ديال الفيدونج، الاسماء راني ما كنعرفهمش لحقاش ماشي الدومين ديالي. وعندنا هاد الموبل موبل كيسي ولا ما عرفت كيفاش غنسميه، هذه ديال الباراليزم ولا ما عرفت دياغنوستيك، عفوا دياغنوستيك، وهذه المهم هذه ديال اللي سميتو اللي كتحل البولونات ولا شي، هذه بالبرد.
هادو معدات اخرين، هاد الباتي ما عرفتش شنو فيها. المهم يعني التجهيزات يعني تقريبا كامله، ما نظنش انا يعني تكون ناقصه طرنوفيسات شي عصر. تبارك الله ما شاء الله. غير جي ومن نهارك تبدا خدام تشري مشروع واجد، ما قال لا شري هادي ولا جيب هادي. السوار تبارك الله بانسات جميع انواعهم. وعندنا هاد البواتي اللي الفوق ديال الفينترات ما شاء الله. هذه كنظن ديال الباراليزم، انا ما كنعرفش يعني كاسكم تعذروني. انا غير بغيت نقربكم من هاد الالات اللي كاينين اللي متواجدين. الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا على قبل هاد المشروع، كيف ما سبق وقلت لكم كيتواجد بهاد السوالم تجزئات العاليه، وانت خارج الناس اللي ما كتعرفش مدينه حد السوالم. انا كنعطي فكره للناس، اما بالناس اللي عارفين راهما عارفين، نقول التجزئات العاليه عرفوا فين جاوا. الناس اللي ما كيعرفوش، وانت داخل مدينه حد السوالم من اتجاه ديال الدار البيضاء كتخرج كتفوت السوق الاسبوعي بربعة ديال الكيلومتر، ومن السونتر ديال 30 كتفوتو بستة ديال الكيلومتر. كاين اللوتيسمون العاليه كيتواجد اول محل على يدك اليسرى هو هذا، كاين في جنب واحد المدرسه بريفي. وتبارك الله المحلات اللي كاينين عندنا تم، هذا هو لافاج، راه محل واجد وحتى لافاج كاين. هذه مكازا ديال لافاج، يعني جوج المشاريع في عقار واحد. كيف ما قلت لكم الريدوات الكتريك، كنعتذر صورت لكم الضوء الطافي. صراحة عرض في المستوى، مشروع جاهز. صوركم السدة حتى هي كينا سدة فيها بلاصة ديال مكتب، وعندنا هنا في الدروج كين طواليت. كيف ما قلت لكم عندنا بلاصة ديال الإدارة يعني بيرو، وعندنا بلاصة ديال فين يتحطوا السلعة. هذه هي البلاصة اللي تخدم بيرو، هنا فين يدير الانسان اللي كاميغا سيرفيونس ديالو، يدير المكتب، يدير كل شيء. وهنا فين تحط السلعه ما شاء الله. بروجي جاهز اخواني اخواتي، ما عليا الا نودعكم، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاكم في صحه جيده. الى اللقاء.